خلصت لم الحاجة؟ الشباب بيكملوا لما بره خليل بيه. تعشيت؟ البيت بقى إن شاء الله اتعشى. وأنت من هنا من العياط؟ خليل بيه أنا محمد حرب كرامة، ابن حرب كرامة الله يرحمه. كبرت يا محمد. هو انت اللي طلعوك من تحت البيت نهار الزلزال؟ بالظبط كده يا خليل بيه. الحمد لله انا دلوقتي في ثالثه كليه تجاره جامعه القاهره، والفراشه دي بتاعتي. بصرف على نفسي يعني وعلى دراستي. ما شاء الله. بسطتني والله. شغال وبتدرس. لا جدع. وقاعد عند زودي؟ لا قاعد عند عم ابو بريال. ان شاء الله قدامي سنه واخلص جامعه وابني بيت ابويا. بيت ابوك ان هو؟ بيت ابويا يا خليل بيه. حضرتك كنت واخد مقاولته. هو البيت الوحيد في البلد اللي ما استحملش الزلزال ووقع. حتى الارض كان شاريها من حضرتك. الله يرحمه بابا. اللهم امين. انت اللي حسابك كام؟ 1350 جنيه. طالما ما اتعشيتش 1400 اهو. كتر خيرك يا خليل بيه. أنا حسابي 1350 جنيه بس. السلام عليكم.